ولنقاش ملفي الأزمة السياسية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. أهلا بك معنا دكتور نعمة. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. كما وينضم إلينا عبر سكايب أيضا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل. أهلا بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا بك ومشاهديك وبضيفك الكريم، حياكم الله. لعلي أبدأ معك دكتور نعمة. يعني كما تعلم اتهم مقتدى الصدر كلا من المالكي والعامري بقتل سنة وشيعة العراق وارتكاب جرائم عدة من بينها مجزرة سبايكر. يعني في أي إطار يمكن وضع هذه الاتهامات وما دلالات توقيتها برأيك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفكم الكريم وبمشاهديكم الكرام، حياكم الله. الحقيقة هذا الكلام متأخر لمآرب ومصالح غير مخفية أو غير خافية على أحد. الصدر أمل كثير من الأشياء ضد المكون السني في بداية عام 2003، والآن يصحو على سبايكر، فنقبل هذه الصحوة إذا كانت حقيقية وكانت لها هدف إصلاحي وهدف تصحيحي لما وقع من ظلم ومن إهانة وإهانات لكثير من الذين غيبوا قسرا وأبعدوا عن عوائلهم ولم يعرف عنهم حتى هذه اللحظة. فنقول بأعلى صوت أهلا وسهلا بهذا الكلام إذا كان ينم عن حقيقة وعن دوافع إنسانية ودوافع وطنية، غير ذلك فلا. برأيك هل هو ينم فعلا يعني من ضمن هذه الأحداث والمستجدات، هل ينم فعلا عن دوافع يعني إنسانية أم هو مجرد توظيف سياسي؟ أكيد أكيد توظيف سياسي، أكيد توظيف سياسي، لكن لنجعل أنفسنا نحسن الظن في هذا الشخص بما أنه يقف، وهذه حقيقة اللي تجعلنا نقف معه في كلامه لأنه يقف ضد النفوذ الإيراني القذر الذي أساء وأفسد في العراق وجعل العراق ساحة خلفية لكل قاذوراته، لأي قاذورات إيران، ليجعل من جماعة إيران هم متسيدي المشهد السياسي، وهم ثلة من الحثالة الذين لا يفهمون في السياسة، ولذلك يطلع قيس الخزعلي متشمتا كأنما انتصر في معركة من معارك العالم الثالث، ويطلع نور المالكي وكأنما منتصر النصر النهائي على مقتدى الصدر. ما هكذا ترد الإبل، ما هكذا تجار الدول. هذه دول ليست مزارع وليست دكاكين تباع فيها السبح والكلسونات كما يقال الآخرين. طيب، هذه دولة تحتاج إلى رجال وقادة ينقذون البلد من آفات الفقر والجهل والأمراض التي تفتك بهم. هكذا قادة، وآسف أقول قادة، هكذا لصوص وقتلة يأتون ليحكموا العراق، وجاء بهم المحتل الأمريكي. طيب، الذي يشاهد المنظر وأعتقد أنه هو بخلفهم ويساعدهم. سنأتي إلى الدور الأمريكي دكتور نعمة. يعني أستاذ عبد القادر، بعد هذه الاعترافات من قبل الصدر بدور الميليشيات بالمجازر التي ارتكبت بحق سنة وشيعة العراق، ماذا بعد هذه الاعترافات وهذه الاتهامات؟ ألا يجب محاسبة المتورطين بهذه المجازر؟ وهل فعلا القضاء قادر على المحاسبة؟ أقول لك القضاء متهاون بشكل كبير مع هذه المجازر،
بدليل ما حدث داخل المنطقة الخضراء من الليلة الماضية وداخل مراكز سيادة العملية السياسية من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية، بل وصلت مرحلة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة في نزاعاتهم، ولم يصدر القضاء أوامر قبض بحق هؤلاء، وفضلا على وجود ميليشيا مدعومة من إيران كميليشيات حزب الله كانت تتمترس داخل المنطقة الخضراء وهي من بدأت الهجوم بشكل واضح تماما، مما استدعى إلى تدخل ميليشيات سرايا السلام للدفاع أو للرد عليهم داخل المنطقة الخضراء. وبعد حقيقة المعركة التي لم يستطيعوا فيها اختراق قوات حزب الله، جرى عملية تسوية لسحب المتظاهرين صباحا من خطوات اتبعها مقتدى الصدر. لذلك لم يحاسب هؤلاء القضاء ولم يصفهم أربعة إرهاب، بل ذهب إلى أنهم يريدون الحضور إلى يعني تعويض هؤلاء ماديا من أجل السكوت عن المجرمين الحقيقيين وما أوردتموه من إعدامات حقيقية جرت باعترافات رسمية على المتظاهرين السلميين بطريقة إعدامات مباشرة داخل المنطقة الخضراء. لذلك حقيقة القضاء لا يبحث عن أي محاسبة قانونية وفق القانون، مع أن القانون واضح تماما، لا سيما القانون العراقي في معالجة هذه القضايا، وإحنا هنا أقصد قانون 111، بل حتى القانون الذي استخدم على العراقيين بما معنى أربعة إرهاب هو مشمول به هؤلاء. لذلك حقيقة هذه الاعترافات تأتي بشكل واضح وصريح على أنه لابد أن تستخدم لمحاسبة هؤلاء، لأن اعترافات من شركاء هم يعلمون هذه الجريمة ويفترض أنه يتم استدعائهم أو تدوين اعترافاتهم من أجل البدء بالمحاسبة، لكن لا قضاء حقيقي في العراق. على هذا الأساس حقيقة فإنه هذه الاعترافات التي تأتي في خضم الصراع تؤكد تماما على أنه الصراع مستمر في العراق، وأنه عملية الانسحاب الذي طرأت على أتباع التيار الصدري من المنطقة الخضراء هي ليست النهاية، وأن انفعالات مقتدى الصدر بالضغوطات التي حصلت عليه في هذه الليلة الماضية، أقصد اقتحام الخضراء، ما سرعان ما عاد إليها. ولذلك رأيتم تصريحات مسؤول ميليشيات سرايا السلام وكذلك وزيره الذي حقيقة أصدر بيانا يؤكد على أن هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة العودة إلى العملية السياسية بشكل صريح، لأنه الاصطدام الذي حصل أن العملية السياسية لا يمكن تغييرها من الداخل، لأن هذه العملية مبنية على توافق أمريكي إيراني ومبنية على التوافق والتقسيم وفق المحاصصة. لذلك حقيقة هذه الصراعات ستستمر في العراق وستكبر ولن تعود إلى الوراء ككرة الثلج، وهنا أقول أن العملية السياسية أس الصراع، وهي كرة الثلج كلما تدحرجت كبرت، وبالتالي يوما بعد يوم تكبر المشاكل في العراق وتتوسع أفقيا وعاموديا، لأنها أس البلاء وهي مصممة على إيجاد الصراعات الموجودة الحالية. نعم دكتور نعمة، يعني المحكمة الاتحادية أعلنت تأجيل النظر في دعوى حل البرلمان إلى يوم غد الخميس، بعدما بدأت بالفعل النظر بالدعوى المقامة من التيار الصدري. يعني هل برأيك هل تتعرض المحكمة الاتحادية بالفعل المحكمة لضغوط من قبل الإطار التنسيقي؟ الحقيقة هذا شيء لا يشك فيه ولو لحظة بأن المحكمة تتعرض لضغوط أو تحت ضغوط من قبل الإطار. وفائق زيدان كثير من المصادر والمحللين يؤكدون أنه هو أيضا إطاري ولكن مخفي الجنس الهوية ومخفي التوجه في هذا المجال، ولذلك هو جزء من الإطار بالرغم من أنه غير معلن. ولذلك أخي الكريم من الناحية الدستورية المفروض المحكمة ليس لها أي اختصاص بحل البرلمان من الناحية الدستورية. أما من الناحية مصلحة الوطن والأمن القومي كثير من المخرجات ممكن أنه المحكمة تصل إلى الضالة، وهي أنه حل البرلمان لاستقرار السلم الأهلي في العراق. ربما يتخذ مثل هذا القرار، ولكن أنا شخصياً
رأيي الشخصي أستبعد أنه المحكمة تتخذ مثل هذا القرار. حل البرلمان برأيك هل يشكل يعني حل لجميع المعضلات التي يمر بها العراق الآن؟ أولا حل البرلمان هو جزء من المشكلة، جزء من المشكلة، ربما لأن المشكلة أخي الكريم إذا لم يعدل الدستور ولم تعدل القوانين فالمشكلة هي نفسها، لأن القضاء هو أدخل، هو سبب مآسي العراقيين من عام 2009 عندما فازت القائمة العراقية وذهبوا إلى مدحت المحمود وغير الدستور بأنه القائمة الأكبر هي اللي تشكل داخل البرلمان. هذا لا في العرف الدبلوماسي ولا في العرف القانوني ولا في العرف الدستوري موجود مثل هذا التفسير غير مدحت المحمود. ولذلك المصيبة اللي حلت بالعراق من عام 2009 لأن هو هذا نور المالكي أبو ما ننطيها، لأن ها هي أصبح يقول لك أنه هذا النظام وهذا الحكم هو للمكون الشيعي، فلا ممكن أن ننطيه لهذا الحكم. لذلك يستخدمون الدستور بشكل مقلوب، اليوم يستخدمون المادة كذا عندما تكون في مصلحتهم، وعندما نفس المادة في السنة القادمة لم تكن في صالحهم يستخدموها بالاتجاه المعاكس. وربما هذا ما يفسر يعني إصرار إيران على دعوتها إلى التمسك بالحلول الدستورية. وأكو نقطة أخي الكريم، أعتقد الجولة القادمة خلال الأسبوعين القادمين أو أكثر ستكون دامية بين الإطار والتيار. مقتدى الصدر لن ينسحب من العملية السياسية، لأن سابقا انسحب 7 مرات وعاد. مقتدى الصدر لن يترك المالكي ولا الإطار في هذا السياق حكمة. في هذا السياق أتوجه بسؤال للسيد عبد القادر، للأستاذ عبد القادر، يعني وصف مقتدى الصدر عزم الإطار التنسيقي عقد جلسة برلمانية للمضي بتشكيل حكومة جديدة، وصفها بالخطوة الوقحة، وأعلن أن التيار الصدري سيكون العدو الأول للإطار التنسيقي. يعني كيف يمكن تفسير هذه التصريحات مع ما أعلنه مقتدى الصدر من اعتزاله العملية السياسية وتركه لهذه العملية؟ يعني معلوم تماما كما أشار ضيفك الكريم أن مقتدى انسحب عدة مرات وعاد، وبالتالي يمكن أن يخرج مجموعة من بعض الزعامات العشائرية تطالب مقتدى بالرجوع إلى العملية السياسية ويقول استجبت لهم. القضية ليست صعبة على عملية التناقضات الموجودة إذا ما أخذنا أنه عملية الانفعال السياسي بعد التهديدات التي طالت أنه سيتم تصفيته داخل النجف هي التي دفعت به، فضلا على غدر الحائري له ولتياره بإعلان الخامنئي مرجعية أساسية لهم. وبالتالي هذا قطع الطريق، لأن مقتدى حقيقة لا يريد أن يكون رجل السياسة، مقتدى يريد أن يكون تياره هو الذي يحمل السياسة، وهو عينه أن يكون مرجعية النجف القادمة باعتباره وريث أبيه الذي كان مرجع النجف. لذلك حقيقة هنا لابد أن نفهم أسس الصراع. مقتدى يريد أن يمسك القضيتين بيديه، إحداهما تياره يذهب إلى السياسة، وثانيهما أنه هو بنفسه يذهب إلى أن يكون المرجع الديني. لذلك حقيقة هنا الذي يفهم هذه الخارطة ستكون واضحة عملية التناغم أو عمليات التي التصريحات التي يدي بها مقتدى. ولذلك حقيقة شماتة الإطار التنسيقي بمقتدى، إذا أخذنا بنظر الاعتبار تصريح حنان الفتلاوي كان مسيئا جدا على مقتدى الصدر، هل سيسمح أتباعه بهذه الإهانة عندما قال يعني تمخض الجبل فولد فارا، وتقصد مقتدى الصدر؟ وبالتالي التصريحات الأخرى لقيس الخزعلي عندما خرج ضاحكا ويقول العملية الانقلابية فشلت وبالتالي لابد أن نعود إلى حواراتنا وتشكيل الحكومة، وكأنهم ركلوا مقتدى، لأنه يعلم تماما أن الصراع يقتضي من الإطار التنسيقي وإزاحة مقتدى نهائيا عن
الحياة السياسية، لابد أن يكون تابعا للخزعلي وللمالكي ولغيره، وهذا طبعا يجرح كرامته وتياره الواسع، وبالتالي دخل على الخط يعني مسؤول سرايا السلام الحميداوي وقال لن نسمح وبالتالي نحن موجودون. لذلك حقيقة ما يحدث الآن هو صراع حقيقي، وعملية الانسحاب من المنطقة الخضراء للمتظاهرين العزل هو بداية الصراع. لذلك الأيام ولكن عفوا سريعا أستاذ عبد القادر، يعني يبدو الصدر كأنما ألقى كل أوراقه، كان هنا يعني كان ممسك بالمنطقة الخضراء عن طريق أتباع التيار ولكنهم خرجوا من هذه المنطقة، الآن ما الأوراق التي بيده فعليا؟ الأوراق الفعلية الذي بيده هي ورقة السلاح، لأن القضية قضية فرض إيرادات. الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على العملية السياسية مع إيران ولذلك لم تتدخل، لأن المطالب هي عملية تغيير شكل النظام والعملية لا زالت، ولذلك بقي اليوم تصريح واضح أنه يعودون إلى العملية التوافقية الذي هي أصلا توافق أمريكي إيراني فضلا عن التقدمات بالملف النووي. لذلك الصدر حقيقة لم يستطع أن يغير العملية السياسية لصالحه، لكن هناك تغيير فرض الإيرادات بقوة السلاح والسلاح يمتلكه الصدر، وبالتالي الإطار التنسيقي شكل وانتهى من عملية تشكيل جماعته الميليشياوية لاغتيالات تجري، ولذلك اليوم جرى عملية اغتيال قائد كبير في ميليشيات سرايا السلام تابع للصدر. هذه لن تمر مرور الكلام، لذلك ستتحول إلى صراع، فضلا على أنه الصدر الذي أنهى بالقبعات الزرق تظاهرات ثورة تشرين اليوم هو خارج الإطار ويدعمها من الخارج، وبالتالي لن يستهدفها مرة ثانية. لذلك نحن أمام حراك جديد سينطلق في قادم الأيام، وهو ثورة شعبية حقيقية ليس سياسية، وبالتالي سيأمنون هؤلاء الشباب الذين سينطلقون في تظاهرات جديدة من الغدر الذي حصل عليهم في السنوات الماضية. إذن نحن أمام ديناميكية جديدة في المشهد السياسي العراقي، وهي مزيد من الصراعات، لأن العملية السياسية مبنية على تكريس هذه الصراعات. نعم دكتور نعمة، يعني التيار الصدري طالب إيران بكبح جماح وكلائها في العراق، السؤال هنا هل بات الصدر بالفعل يعني يمثل خطرا حقيقيا على المصالح الإيرانية في العراق؟ الحقيقة أنا كان رأيي عندي ضد جماعة الصدر تيار الصدر سابقا، لكن لما وقفت يعني أنه تحرير العراق من النفوذ الإيراني، فعلى كل وطني مهما يكون أي وطني ضد النفوذ الإيراني أن يقف مع الصدر ولو إعلاميا ولو بالكلام. نعم ندعم الصدر في هذا التوجه الذي يطرد الاحتلال الفارسي من العراق. العراق الآن أخي الكريم محتل من قبل إيران ومحتل من قبل أمريكا، وتتقاسم النفوذ أمريكا وإيران في العراق، وكل واحد له مريدي وتابعية من قبل أمريكا. يعني حتى إذاعة مونتي كارلو هاي قبل يومين ثلاثة قالت المالكي ذهب إلى السفارة الأمريكية، يعني هاي مونتي كارلو قالت، مو أحد قال. ويطلع يلعن ويشتم بأمريكا وأنه على أساس هم ضد أمريكا، لكن نشوف لما أصبحت الواقعة ذهبوا إلى أسيادهم. شكرا. لذلك العفو. تفضل. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، وأيضا الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل كنت ضيفنا أيضا عبر سكايب. أشكركما جزيل الشكر ضيفي الكريمين.